السلام عليكم يا أصدقاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي لينكس. صراحة أنا منصدم كثيرا يا أصدقاء، كنت نزلت لكم فيديو عن أفضل الألعاب التي تشبه فري فاير، والفيديو جاب 5900 مشاهدة، تقريبا نقول 6000، وجاب 858 لايك. والله إنكم أساطير، وشكرا لكم من القلب على دعمكم يا أساطير. وبما أن ذلك الفيديو أعجبكم، ففي هذا الفيديو أيضا جبت لكم أفضل 3 ألعاب تشبه لعبة فري فاير الجزء الثاني. لذلك لأول مرة راح أطلب منكم عدد من اللايكات. أتمنى يا أصدقاء هذا الفيديو توصلوه للألف لايك. بعرف إنكم كفو أساطير، كيف ما وصلتم ذلك الفيديو لل 850 قادرين إنكم تفوتوها وتوصلوا لألف لايك. يلا يا أساطير، اللي لسه ما حط لايك انزل حط لايك لكي نحاول نوصل الفيديو ألف لايك. وأتمنى يا أصدقاء إنكم تتابعوا الفيديو من الأول للآخر، وشكرا لكم من القلب. المهم يا أصدقاء، هذه أفضل تعليقاتكم، شكرا لكم على تعليقاتكم يا أساطير الجميلة والمحفزة. ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل ما هو جديد، وبدون مطولات أكثر ونروح نشوف أول لعبة معنا في هذا الفيديو. بالنسبة لأول لعبة معنا في هذا الفيديو وهي لعبة جونستريك. هذه اللعبة يا أصدقاء تشبه فري فاير كثيرا يا أصدقاء، من ناحية أول شيء فيها جرافيك أسطوري، ثاني شيء حجمها فقط 74 ميجا، ويعني تستطيع أنك تلعب فيها بهذا الشكل كما ستلاحظون أمامكم، يعني تقتل الأعداء، يكون عندك سلاح تقتل الأعداء، يعني تشبه كثيرا لعبة فري فاير. يعني هذا المودي أصدقاء يشبه كثيرا، يعني يشبه كثيرا كلاس سكواد نوعا ما، لأنك أيضا تبحث في عن أعداء لكي تقتلهم. لعبة يا أصدقاء خرافي، أنصحكم بتحميلها. لعبة يا أصدقاء صدق أو لا تصدق، تم تحميلها، يعني عدد تحميلاتها أكثر من 50 مليون عملية تحميل. نعم يا أصدقاء، يعني اللعبة مش أول مرة راح أوريها لكم، يعني في بعض منكم يمكن يكون يعرفها. المهم اللعبة حاصلة على أكثر من 50 مليون عملية تحميل في على متجر بلاي ستور. لعبة خرافية يا أصدقاء، أنصحكم بتحميلها، تشبه كثيرا لعبة فري فاير من ناحية الدمج، فيها جرافيك أسطوري، فيها فقط 74 ميجا، يعني شيء فعلا أسطوري. المهم بدون ما نطول عليكم، نخليكم مع بعض اللقطات يا أصدقاء. ثاني لعبة معنا في هذا الفيديو وهي هوبلي باتل جراند فايت. هذه اللعبة من بين أقوى الألعاب القتالية يا أصدقاء، وتشبه كثيرا لعبة فري فاير. من فيها يا أصدقاء جرافيك أسطوري كما ستلاحظون أمامكم، واللعبة يا أصدقاء يعني مو معروفة كثير، لأنها على متجر بلاي ستور يعني تم تحميلها فقط من قبل أكثر من 500 ألف، يعني مش شي كثير، يعني فقط 500 ألف الذين قاموا بتحميلها، لأنها مو معروفة كثير، وكأنني أعمل لها إعلان الآن. المهم وحاصلة على 4.5 في جوجل بلاي، يعني شيء فعلا أسطوري، يعني اللعبة أعجبت الناس بمعنى الكلمة. المهم تدخل يا أصدقاء تقاتل فيها، تشبه كثيرا لعبة فري فاير، جرافيك أسطوري يعني نوعا ما، وتشبه كثيرا يا أصدقاء كما قلت لكم لعبة فري فاير. وفي نفس الوقت هذه اللعبة يعني فيها تقريبا 59 ميجا، يعني تستطيع لعبها على اي هاتف، يعني انا اركز على الهواتف الضعيفة، يعني تستطيع لعبها على هاتف حتى لو كان اقل من جيجا واحد في الرام. المهم بدون ما نطول عليكم في الكلام، خليكم مع بعض اللقطات في هذه اللعبة.
ثالث لعبة يا أصدقاء وآخر لعبة معنا في هذا الفيديو وأقوى لعبة معنا في هذا الفيديو وهي لعبة سورفيفال فاير باتل جراند. هذه اللعبة من بين أقوى الألعاب يا أصدقاء التي تشبه فري فاير في كل شيء، يعني شوفوا الطائرة، شوفوا يعني راح أوريكم طريقة النزول، شوفوا الخريطة، أشياء أسطورية صراحة. ويمكنك يعني أن تلعب يعني بدون أنترنت، أهم شيء يعني كما قلت لكم بدون أنترنت هذه اللعبة. المهم اللعبة تقريبا فيها أكثر من 400 ميجا، يعني يجب أن يكون هاتفك نوعا ما يعني مو أسطوري كثير ومو يعني يكون جهاز ضعيف شوي، يعني لازم يكون متوسط علشان تقدر تحمل. المهم اللعبة خرافية موجودة فقط على بلاي ستور، اسمها كما تلاحظون أمامكم هو هذا. المهم لعبة يعني تشبه كثير اللعبة فري فاير، أنصحكم بتحميلها يا أصدقاء الناس اللي عندهم أجهزة متوسطة، الناس اللي عندها أجهزة ضعيفة مع الأسف ربما لا تستطيع تحميلها. المهم يمكنك فقط لعب اللعبتين الأولتين التي أريتها لكم يعني في بداية الفيديو. أما إذا كان هاتفك متوسط أو جهاز قوي فيمكنك تحميل هذه اللعبة الخرافية. أعرف إنه بعض منكم راح يكون يعرفها، المهم ما علينا، يعني أنا فقط حبيت أن أوريها لكم، يعني في بعض الناس راح يكونوا ما بيعرفوها. تستطيع تلويت، تستطيع أي شيء يعني تشبه تماما لعبة فري فاير. المهم بدون ما نطول عليكم في الكلام نخليكم مع بعض اللقطات يعني وأنا ألويت وكذا. المهم in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. المهم يا أصدقاء هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم وأتمنى أن الألعاب تكون في المستوى وتكون نالت إعجابكم. بما أن يا أصدقاء الفيديو الأول كما قلت لكم اللي كنت نزلته على أفضل 3 ألعاب تشبه فري فاير أعجبكم، فلذلك حبيت أن أصور لكم فيديو ثاني على هذه السلسلة. المهم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا يا أصدقاء نحاول نوصل الفيديو 1000 لايك. وأتمنى يا أصدقاء أنكم كلكم تكونوا تابعتوا الفيديو من الأول لحد الآخر، لأنه في بعض الناس يدخلون يعني يرون اسم اللعبة يروحون يحملونه وما يتابعون الفيديو، يعني هذا شيء فعلا خايس. لكن يا أصدقاء الناس التي تتابع الفيديو من أول لحظة لآخر لحظة شكرا لك من القلب، وإذا أعجبتكم هذه السلسلة سوف أعمل لكم أيضا الجزء الثالث. يلا وروني دعمكم علشان أعمل لكم جزء ثالث، وكان معكم لين إكس والسلام عليكم.